المهم بقى الناس دلوقتي هتقول لك الجو بكره هيكون برد، الجو بكره هيكون وحش، لا بلاش ننزل، لا خلينا قاعدين وغيرنا هيروح ويصوت، لا لازم ننزل ونشارك. وعشان نعرف حاله الطقس خلال الايام الجايه هيكون معانا على التليفون دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، هتقول لنا وتطمنا عن حاله الجو الايام الجايه. دكتوره منار ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا دكتوره منار. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ما اعرفش، انا حاسه انه الثلاث ايام الجايين كده في عيد في مصر، ولكن في ناس يعني انت عارفه تحبش تفرح في الاعياد او تقعد تطلع حجج، فاحنا عايزين بقى نبطل الحجه ونقول ايه الجو بكره، هل هو صح ومشرق ومناسب وملائم ان الناس تنزل تنتخب، ولا جو اخباره ايه بكره؟ طيب خلينا نقول ان يمكن احنا بالامس شفنا امطار كانت موجوده بشكل كبير على محافظه الاسكندريه وبعض المناطق اللي موجوده في محافظات شمال الوجه البحري زي البحيره وكفر الشيخ، ووصلت الامطار انها تكون متوسطه وممكن كمان كانت غزيره في بعض الاماكن ورعديه. ده كان فتره المساء واستمر معانا فترات الليل ويمكن حتى اليوم في فتره الصباح، لكن اليوم الامطار قلت بشكل كبير، تحولت لامطار خفيفه المتوسطه على بعض الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري. كمان الامطار كان في فرص لبعض المناطق من حلايب وشلاتين جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، لكن مجمل امطار اليوم غير مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ده كمان متوقع معانا غدا الاحد ان شاء الله. بكره الاجواء مستقره بشكل كبير، الامطار اللي هتبقى موجوده هتبقى موجوده فقط في بعض الاماكن من الصحراء الغربيه، بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، شواحنا الشماليه الغربيه اقصى الغرب، ودي اماكن ما فيهاش لجان انتخاب هناك يا دكتوره منار. هي كمان، لا هي حتى الامطار اللي موجوده هي امطار خفيفه، يعني مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، بل ممكن تخلينا نستمتع كمان بالاجواء. باقي مناطق الجمهوريه الاجواء فيها مستقره بشكل كبير، درجات الحراره. طب دكتوره منار، تقولي للناس بكره بقى ايه، ينزلوا ولا الجو وحش وما تنزلوش؟ يعني تقولي لهم ايه بقى بكره؟ عشان بكره يوم مهم جدا. بكره الحد الجو مستقر بشكل كبير، فاحنا نقدر نستغل الفرصه وننزل كلنا طبعا. يعني طمنيهم كده. بشكل كبير، اه بالظبط، هي الاجواء مستقره بشكل كبير الحمد لله، الاحوال الجويه مستقره. احنا بس بنحس بالبروده في الفتره بتاعت يعني اللي ما فيهاش لجان انتخابيه شغاله، يعني احنا فتره البروده دي بتبقى في فترات الليل المتاخر او فتره الصباح الباكر، دي فتره البروده، ممكن نرتدي الملابس الشتويه، ناخد جاكيت معانا واحنا خارجين، لكن فتره النهار على مدار اليوم كله الجو مستقر بشكل كبير، نقدر ننزل ننتخب ونستمتع كمان بالاجواء، لان الاجواء مستقره بشكل كبير. لان احنا متوقعين كده مع يوم الثلاث بشكل كبير ممكن يبقى فيه امطار خفيفه على مناطق من القاهره الكبرى، فاحنا نستغل الفرصه بكره وننزل ننتخب. وحتى دكتوره منار، لو في امطار عادي ما ممكن ننزل ونبقى عاملين حسابنا ولابسين جاكيت، ويعني عاملين حسابنا، مش حكايه ان احنا امطار الناس كلها بتمتنع عن النزول من البيت. يعني هي حتى وجود الامطار مش هتعطل كتير العمليات الانتخابيه، خاصه كمان ان احنا في تعاون كامل بيننا وبين غرف الازمات في كل محافظه. صحيح. غرف دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء لتجنب اي مشاكل، وان شاء الله مش هيكون في اي مشاكل ونستمتع كلنا، وخصوصا ان يعني بنتكلم يا دكتوره منار من 9 ل 9، فاحنا قلنا حتى لو في برد خفيف هيبقى قبل 9 او بعد 9، فاحنا الفتره دي فتره امنه تماما. اشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا ليكي، واكيد هنتابع برضه على مدار الايام اللي جايه.